بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناة عبير على المواكبة ديالها لهذه الإجراءات الوقائية بمصحة النرجس. في الحقيقة مشكورين أنكم كتعموا معنا الفائدة لجميع المواطنين على أساس أنهم يعرفوا بأن الوباء راه خطير والوقاية منه ضرورية والتحسيس ديالو في الحقيقة هذه بمبادرة طيبة كنشكركم عليها. بالنسبة لمصحة النرجس فالإدارة ديال مصحة النرجس والأطباء المشرفين على الطاقم الطبي المشرف داخل المصحة فهو وضعنا مجموعة ديال الاحترازات للتصدي لهذا الوباء وذلك انضباطا مع المذكرة ديال وزارة الصحة الوطنية العمومية وكذلك بالتنسيق مع هيئة الأطباء لجهة مراكش أسافي والمديرية الجهوية للصحة. حقيقة هناك مجموعة من التعليمات ومجموعة من الإجراءات لابد من المسايرة تاعتها داخل المصحة ولا داخل مجموعة من المؤسسات العمومية. بالنسبة لمصحة النرجس فهي وضعت فريق طاقم في استقبال المرتفقين إلى مصحة النرجس الزوار والمرضى منهم والذين راغبين في خدمة إدارية، فكذلك جميع المرتفقين تيخضعوا لوعد المراقبة في قبل الولوج إلى المصحة كقياس للحرارة وتعقيم ووضع ضمادات ووضع داخل الأحذية ووضع مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار الوباء. كذلك وضعنا قانون داخلي استثنائي بهذه المرحلة اللي وضعنا فيه بأن الزيارة فهي مشروطة وكذلك المراقبة فهي ضرورية. بالنسبة للزيارة المشروطة فوضعنا زائر واحد لكل مريض طيلة اليوم تمشيا مع المذكرة لوزارة الصحة وحاولنا نقلصوها وحددناها في 30 دقيقة لكل مريض. كذلك منعنا ولوج الأطفال نظرا للخصوصية اللي كيعرفوها الأطفال في نقل الوباء بسرعة كبيرة جدا، إلا الأطفال اللي كيرغبون في التطبيب أو في العلاج فأنهم كيتخذوا بإجراءات خاصة داخل المصحة للاستفادة من التطبيب إذا كان هناك تطبيب يحتاجون إليه. بالنسبة للجالية، بالنسبة للناس الزوار أو المرتفقين الذين كانوا إما جالية مغربية مقيمة بالخارج أو ناس كانوا في زيارة خاصة كنحاولوا أن ناخذوا الهوية ديال أي مرتفق وكنسولوا على واحد البحث بحث استباقي على أنه آخر مدينة جارة أو آخر دولة جارة باش ناخذوا بزاف ديال الاحترازات باش أننا نقيو انتشار العدوى. في الحقيقة لحد الساعة لا وجود لأي حالة بمصحة النرجس، الأمور عادية جدا. نقوم بإجراء عمليات طبية في اختصاصات أخرى، نقوم باستقبال المرضى باختصاصات أخرى مختلفة سواء مرتبطة بالقلب أو العظام أو المفاصل أو الجهاز الهضمي. الحمد لله الأمور بخير وعلى خير. الطاقم الطبي مجند، المواطنين ولا المرتفقين كنشكرهم على المسؤولية تاعتهم ولا أنهم مسؤولين بهذا الوباء، وكنتمنوا أن جميع المرافق العمومية أو جميع في الأزقة أو في الأحياء أن المواطنين يتحلوا بالحذر وينضبطوا داخل البيوت ديالهم باش اننا نتحداو هذه المرحله الانتقاليه، وان شاء الله بعد اسبوع او اسبوعين غادي يبان الفرج ان شاء الله وغادي نتحداو هذا العلاء وهذا الخوف اللي كاين. ولكن الحمد لله الوقايه غتكون اذا ضبطنا وكان نوع ديال الانضباط كبير فالامور غتكون من حسن الى احسن ان شاء الله.